ممثلان يحلمان بخشبة في سوريا يقدمان عليها عملاً يشبه الناس. شكلا فرقة خطوة الفنية التي قدمت العديد من الأعمال والمسرحيات الصامتة، لأن القضية التي يؤمنان بها تجاوزت اللغة. يوسف بكر ومحمود بكر. شبك عمي ابو النوس؟ على شو عم تدور؟ لك فتلت الدنيا كلها وما كنت لاقيها. شو هي؟ لك جريدة اليوم، يا ربي وين اختفيت؟ هاي يخرب بيتك، وشو عم تعمل تحت ظهرك؟ هات من ايدك. على اساس رح تقدر تقراها؟ من وقت ما راحوا نظاراتك بالبحر ما عاد قدرت تقرا شيء. وديع وديع، زكاتك رالي اياها. بتعرف يعني انا عيوني ما عاد تشوف الخطوط الصغيره ولا حتى الكبيره. هات لقلك، هات رالك الجريده كلها ولا بس العناوين؟ لا لا، بس العناوين مكتوب مبين من عنوانه. دولة الخلافة تفرض الفيزا على الراغبين بدخول أراضيها، وذلك في خطة منها لإظهار حسن النية تجاه المجتمع الدولي ولمنع دخول الإرهابيين إلى أراضيها. يا حرام، راحت على السياح. هات اللي بعده. السيدة الأولى في سوريا تفوز بلقب أفضل صوت في برنامج ذا فويس عن خطبتها العصماء وين كنا وين صرنا. إيه، ويحق لها غيره. الاتحاد الأوروبي يضع خطة لاستقبال نحو 23 مليون لاجئ بحلول عام 2027، وذلك لك 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 يخرب بيتك. شو 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 عم تحكي انت؟ لك شبك، هات الجريدة بإيدك، هاتها. لك هاتها هاتها، يلعن ابو الاخبار على ابو الجرايد. بتعرف عمي ابو النوس؟ شو؟ انا حاسس انه طلعنا الثورة على الفاضي. اوف، كيف بقى؟ طلبنا بالحرية وما أخذناها، لسه صرنا بقيود أكتر. طلبنا بمحاربة الفساد، لسه الفساد صار أكتر. وطلعوا هدول يلي عم بيحكوا باسمنا أضرب من اللي قبلهم. طلبنا بالعيش الكريمة، زلينا أكتر وتبهدلنا أكتر وتشرشحنا أكتر وأكتر. لك يا قوم قوم، حاجتك تراجيديا. طب شو رايك اثبت لك انك ما طلعت ثوره على الفاضي؟ شلون؟ هلا انت طالبت بالحريه صح؟ صح. ايه بس ما حددت اذا هي تجي لعندك ولا انت اللي تروح لعندها. شلون يعني؟ يعني انت اخذت حريتك بس بطريقه اخرى، الا وهي انه انت اللي رحت لعندها. ولا تقول لي لا، هلا فيك تطلع وين ما بدك وتحكي عن مين ما بدك وشو ما بدك. انت طلبت بمحاربه الفساد صح؟ صح. البلد اللي قاعد فيه لا تقنعني انه فيها فساد رجاء، يعني بليز، ولا حدا فيه يحكي كلمه وحده عليها بالعاطل. انت طلبت بالعيش الكريمه، ليك الدوله عم تصرف لك راتب، عم يكفيك حق اكلك وشربك ولبسك يا سيدي ورفاهيتك كمان. لا تقلي بعد
بس لساتنا هنيك. طب عمي أبو النوس، أنت برأيك شو هو الحل لهي المأساة؟ طب أنا رح جاوبك بسؤال. من وقت ما بلشت الثورة لحد هاي اللحظة، قديش في غربة دخلوا على البلد؟ هو كتير. بس شو علاقة السؤال بالحل؟ الحل إنهم يحلوا عنا بقى ويتركونا بحالنا. لأنه من وقت ما حلوا البلد واستحلوها وحطوا أصابيعهم فيها، لك تفسخنا، تحللنا، ما عم نعرف كيف نعيش. مليون شهيد، مليون معتقل، ملايين مهجرين والنازحين، دم، خراب، قتل، موت، حزن، بكى، دمار، عقد عقد عقد، لك صار بدنا بس عقدة واحدة منه تنحل. سلامتك عم يا أبو النوس، سلامتك. أخ ظهري يا أبو النوس، أنا كم مرة قلت لك لا تأوفر، سنك ما عاد يسمح لك بالأوفرة. ألا ليت الشباب يعود يوما. يا شباب الثورة هيا وانطلق يا مركبي للأراضي اليونانية، أنا أصلي أجنبي. شكراً جزيلاً ليوسف بكر ومحمود بكر.